الحقيقة الأولى أن أعمالك اليومية، أن عاداتك، أن حرفتك التي تحترفها، أن عملك الذي ترتزق منه إذا كان في الأصل مشروعاً وفق منهج الله وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين وغير المسلمين، ولم يشغلك عن فريضة ولا عن واجب ولا عن طاعة، انقلب إلى عبادة بالإخلاص، وأنت في محلك التجاري، وأنت في مكتبك الهندسي، وأنت في عيادتك، وأنت في الحقل، وأنت في الصف، عملك اليومي، حرفتك، إذا كنت مخلصاً لله وابتغيت بها كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين وغير المسلمين، وما شغلتك عن واجب ولا عن فريضة، انقلبت إلى عبادة. لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات، يعني أخذت أهلك إلى مكان جميل بنية تمتين العلاقة بينك وبين أهلك وأولادك والتفريج عنهم شدة الحياة، فأنت في عبادة. اشتريت ثياباً جديدة كي يكون مظهرك لائقاً بمؤمن، فأنت في عبادة. زرت أختك، وصلت قريبك، لبيت دعوة، صدقوا ولا أبالغ، أنت حينما تخلص لله كل أعمالك تحسب عبادات. عبادات طبعاً تعاملية، في عبادات شعائرية، في عبادات تعاملية. من دون إخلاص دقيق، عباداتك المحضة سيئات، يعني الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، من دون إخلاص عباداتك المحضة الشعائرية تغدو سيئات. بالإخلاص تكون عاداتك عبادات، من دون إخلاص تكون العبادات سيئات. هذه الحقيقة الأولى. أما الشواهد، طبعاً لا يجرؤ إنسان في العالم الإسلامي كله أن يقول شيئاً في الدين برأيه من دون دليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تقبل في الدين شيئاً من دون دليل، ولا ترفض شيئاً من دون دليل. الدين قوام حياتنا. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. وطن نفسك، لا تقبل شيئاً من أي إنسان كائناً من كان في أمور الدين إلا بالدليل، ولا ترفض شيئاً من أي إنسان كائناً من كان في أمور الدين من دون دليل. الأدلة، بعض أصحاب رسول الله رأى رجلاً يصلي في المسجد في وقت العمل، فسأله من يطعمك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك. العمل مع الإخلاص عبادة. وفي نص لسيدنا عمر، رأى شاباً يقرأ القرآن في وقت العمل فقال إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به، أفاتخذت قراءته عملاً؟ يعني صار كل على الناس، يمد يده للناس ويقرأ القرآن. لا لا،
اعمل في النهار واكسب قوت يومك واقرأه في الليل. إن لله عملاً في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملاً في النهار لا يقبله في الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: من بنى بنياناً في غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرساً في غير ظلم ولا اعتداء، كان له أجراً جارياً ما انتفع به أحد من خلق الله. أنشأت بناء، زرعت مزرعة، زرعت أشجار، أي إنسان انتفع من هذا البناء أو من هذا النبات هو لك أجر إلى يوم القيامة. العمل عبادة، العمل لخدمة المسلمين، لتقوية المسلمين، لإغناء المسلمين. الطرف الآخر نتخذ قرار قطعي بإفقارنا وإضلالنا وإفسادنا وإذلالنا، وآخر قرار غير معلن وإبادتنا. فأنت حينما تقوي أمتك، أنت حينما تتقن عملك، حينما تطور عملك، حينما نستغني بعملك عن أن نأتي بخبير، فأنت تقوي المسلمين، وهذا من العبادة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. صدقة. حديث آخر: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، تقويت بهذا الطعام على طاعة الله، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وفي بعض الأحاديث الإنسان يوم القيامة يرى لقمة وضعها في فم زوجته يراها كجبل أحد. الدين هو الحياة، الدين أن تكون يدك هي العليا، الدين أن تحل مشكلات الآخرين. والله أنا أحياناً أزور معمل لبعض إخوتنا، أقول له: كم عامل عندك؟ يقول لي: 80 200. أقول له: أنت فاتح 200 بيت، هذا أكبر عمل صالح. يعني لا تكن على هامش الحياة، كن رقماً صعباً، كن إنسان يشار إليه بالبنان في خدمة المؤمنين. حديث آخر: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. يعني جئت مساء بلعبة كي تفرح بها أولادك، صدقة، لأنه إدخال الفرح على قلب الصغار من العبادة. قدمت هدية لأختك، زرت أختك في طرف المدينة الآخر فامتلأ قلبها امتناناً منك أمام زوجها، جاء أخي. في أشخاص بهمل أخته عشرات السنين. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. الآن موضوع جديد، لو أن الظروف حالت بينك وبين عمل صالح وتأثرت تأثر كبير، لم تستطع أن تقوم بهذا العمل فبكيت، يكتب لك بإخلاصك كأنك قمت بهذا العمل تماماً. الدليل: لما جاء بعض الصحابة إلى رسول الله
ليجاهدوا معه لم يجد ما يحملهم عليه، فقال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. كتب لهم كأنهم في الجهاد بإخلاصهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات خاطب جيشه، قال: إن قوماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا، حبسهم العذر. ما قولك؟ تتابع الأخبار، تابعت أخبار غزة، طفل يموت، ما في كهرباء، هو على منفسه، بكيت أنت، تتمنى أن تذهب إلى هناك وأن تقدم لهم نصف مالك. كتب لك على هذا البكاء وعلى هذا الألم أنك قمت بهذا العمل، ما قولك؟ الإخلاص هو الدين كله. لذلك قالوا: نية المؤمن خير من عمله. عمله محدود لكن نواياه غير محدودة، بيتمنى يحل مشاكل الناس كلها، بيتمنى يزوج كل الفتيات، بيتمنى يزوج كل الشباب، بيتمنى يهيئ فرص عمل لكل إنسان، بيتمنى وبيسعى. الآن إنسان له درس علم يحضره دائما، مرض، تألم، كنت أتمنى أن أكون مع الحاضرين، فالله عز وجل يكتب له أجر حضور هذا الدرس ولو لم يحضره. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته، يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه، يعني المرض حبسه عن أن يقوم بعمل صالح، وللمسافر أفضل ما كان يعمله في حضره. فإذا كنت مسافراً ولا سمح الله إذا كان المرء مريضاً وله أعمال صالحة يؤديها في صحته أو وله أعمال صالحة يؤديها في حضره في إقامته، يكتب له أجر أعماله الصالحة التي فاتته إن في مرضه أو في سفره بالإخلاص. ماذا يقابل الإخلاص؟ الرياء. بالرياء تغدو الأعمال الصالحة سيئات، بالرياء تغدو العبادات سيئات. فويل للمصلين، ويل لمن؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. إنفاق المال بحفل خيري، مئة ألف، المحسن الكبير مئة ألف، له ابن أخت يموت من الجوع أمام حفل كبير دفع مئة ألف وأشادوا بإحسانه وكرمه. أما ابن أخوه الفقير طلب منه قرض عشرة آلاف، معه مئات الألوف ما بيعطي. هي قضية. زعيم كبير من زعماء الغرب سمعته بأذني في حرب جرت بجنوب أفريقيا، قتل فيها 800 ألف في أسبوع براواندا، قال: كان بإمكاني أن أنقذ 400 ألف لكن ما أنقذته، هناك ما في نفط لأنه. أما على شبهة سلاح شمولي 30 دولة جاءوا إلى العراق، واضح الأمر؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر
فمثله كمثل صفوان صخر عليه تراب، طبقة تراب خفيفة، فأصابه وابل مطر فتركه صلدا. يعني التراب الخفيف فوق الصخر يظن تربة زراعية، هو صخر لا ينفع ولا يقدم شيئا للإنسان. جاء هذا المطر فأزال التراب فظهر الصخر. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. لذلك أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. الآن من أقوال العلماء في الإخلاص، الإخلاص من تعريفاتهم استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهر العبد خيراً من باطنه، والصدق أن يكون باطن العبد خيراً من ظاهره، البطولة أن يكون الباطل خيراً من الظاهر، والرياء أن يكون الظاهر خيراً من الباطن. الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، يصلي لوجه الله، وتصفية هذه الطاعة عن ملاحظة الخلق. يعني يصلي أمام الناس أم غمض عينه وعصر وجهه وعمل حاله بخشوع. واحد حب يذهب إلى بيت الله الحرام معه مبلغ ضخم 50 ليرة ذهبية، أين يدعها؟ فات للجامع، تأمل في صلاة هؤلاء، أعجبته صلاة واحد منهم، هيك فيه خشوع، قال له أنا معي 50 ليرة أريد أن أضعها عندك أمانة وأنا ذاهب إلى الحج. قال له أنا كمان صايم إذا بدك. قال لي والله صيامك بس ما عجبني صيامك، صايم كمان. فلذلك تصفية هذه الطاعة عن ملاحظة الخلق. المخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له، ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا يتم الصدق إلا بالإخلاص، في علاقة ترابطية، أنت بالصدق تخلص وبالإخلاص تصدق، ولا يتمان إلا بالصبر. الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق. إذا لم تستحي من خالقك فاصنع ما تشاء، لا تعبأ بكلام الخلق. واحد يعني أراد أن يقطع ألسنة الخلق، عمل وليمة وضع في كل يعني قطعة ليرة ذهب، لما وجدوا ليرة ذهب يحطهم تنتين كان. ما استفاد شيء. لا تعمل من أجل الخلق، الخلق لا يقدمون ولا يؤخرون، ولكن طوبى لمن جب الغيبة عن نفسه. لذلك الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحق. ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك. إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. قال: من ترك العمل من أجل الناس وقع في الرياء، ومن عمل من أجل الناس وقع في الشرك. تركت قيام الليل حتى ما يقولوا عني أنا عندي عبادة عظيمة، حتى ما أكون مرائي، لا، هذا خطأ كبير. تركت خدمة فلان حتى ما أتهم أنه أنا أرائي. ترك العمل
من أجل الناس رياء، فالرياء نوعان، أن تعمل من أجلهم أو أن تدع عمل صالحاً من أجلهم، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. والإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيسقطه. الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهداً غير الله، ولا مجازياً غير الله. آخر حقيقة، من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص. من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص، وحينما ينجو المؤمن من إعجابه بإخلاصه يصبح مخلصاً، مخلصاً. لذلك المؤمن مخلص، مخلص. نعم. الآن أقدم لكم شاهد من السيرة النبوية. زيد الخير من أشجع صحابة رسول الله، من أجودهم في الجاهلية، بلغته أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وقف على شيء من هذه الأخبار، فأعد راحلته، ودعا كبراء قومه إلى زيارة رسول الله. ولما بلغوا المدينة توجهوا إلى المسجد النبوي الشريف، وأناخوا ركائبهم ببابه، وصادف دخولهم أنه كان صلى الله عليه وسلم يخطب في المسلمين. دخلوا أثناء الخطبة، فراعهم كلامه، وأدهشهم تعلق الناس به، وإنصاتهم له، وتأثرهم بما يقول. ولما أبصرهم النبي عليه الصلاة والسلام رأى وفد، يعني قال: أنا خير لكم من العزة، هم يعبدون الأوثان، ومن كل ما تعبدون إني خير لكم من الجمل الأسود. هذا كناية عن أثمن أنواع المال، الأسود غالي جداً. فلما انتهى النبي الكريم من خطبته وقف زيد بين الجموع، وكان من أجمل الرجال، من أجمل رجال الجاهلية، وأتمهم من أجملهم ومن أتمهم خلقة وأطولهم قامة، أطلق صوته الجهير وقال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأقبل عليه النبي الكريم وقال له: من أنت؟ قال: أنا زيد الخيل، اسمه زيد الخيل. فقال عليه الصلاة والسلام: بل زيد الخير لا زيد الخيل، والحمد لله الذي جاء بك من سهلك وجبلك ورقق قلبك للإسلام. ثم مضى به النبي الكريم إلى بيته تكريماً له، ومعه سيدنا عمر. وفي البيت طرح النبي الكريم عليه وسادة متكئاً، فعظم على زيد أن يتكئ في حضرة رسول الله. مضى على إسلامه نصف ساعة، أعطي وسادة ليتكئ عليها، قال له: والله لا أتكئ في حضرتك. عرف مكانته. ولما استقر بهم المجلس قال: يا زيد، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف إلا أنت يا زيد. يا زيد، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: وما هما؟ قال: الأناة والحلم، التروي، الأناة والحلم. فقال زيد: الحمد لله الذي جعلني على ما يحب الله ورسوله. ثم التفت إلى النبي وقال: يا رسول الله، أعطني 300 فارس وأنا كفيل لك أن أغير على بلاد الروم وأنال منهم،
أكبر النبي همته هذه، وقال له: لله درك يا زيد، أي رجل أنت؟ النبي ما كتم إعجابه في شخص ما بيبدي إعجابه لأحد، عامل وقار لحاله كهنوت، كل الناس دونه، سيد الخلق وحبيب الحق أعجب به. إذا كان إنسان تفوق اثني عليه، معلش كرمه. قال له: لله درك، أي رجل أنت؟ ثم أسلم مع زيد كل من كان في صحبته. الشاهد ليس هنا. ولما هم بالرجوع إلى ديار قومه في نجد، ودعه صلى الله عليه وسلم وقال: أي رجل هذا؟ وفي الطريق إلى دياره وافته المنية، ولم يكن بين إسلامه وموته متسع، ولكن إخلاصه في إسلامه ونواياه الكبيرة بفتح بلاد الروم ونشر هذا الدين هناك أغنته عن كثير من العمل. أخلص دينك يكفك القليل من العمل، مع الإخلاص ينفعك قليل العمل وكثيره، ومن دون إخلاص لا ينفعك لا كثيره ولا قليله. فالإخلاص أحد ثاني أكبر الموضوعات التي تسرع الخطى إلى الله. هذه الدروس تحت عنوان سبل الوصول وعلامات القبول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الموضوعات سلوكاً يومياً لنا.